طيب مثل ما سبق ووعدنا الجمهور، اليوم حنتكلم أكثر عن قمة الأثر الدائم لمجموعة العشرين أو G20 اللي بتصير فيجولي في 21 نوفمبر و22. والتحضيرات طبعاً بتركز على ثلاث رسائل رئيسية. أول رسالة حماية الأرواح وسبل العيش، ثاني رسالة استعادة النمو للجميع، وآخر رسالة بناء عالم أفضل. في المحور الأول، اتخذت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين تدابير سريعة وغير مسبوقة في مواجهة جائحة كورونا لحماية الأرواح وسبل العيش، وضخت مجموعة العشرين 11 تريليون في الاقتصاد العالمي، واستثمرت أكثر من 21 مليار في نظم صحة والجاهزية والاستجابة للجوائح، وبعد وفرت 14 مليار من خلال مبادرة تخفيف عبء الديون لدعم الدول الأقل نمواً والوظائف والأعمال والأكثر احتياجاً في إطار اتخاذ تدابير جريئة ومشتركة لحماية الأرواح. بالمحور الثاني، وضعت مجموعة العشرين خطة عالمية للتعافي الاقتصادي من شأنها الحفاظ على كوكب الأرض وتمكين الإنسان. أما في الثالث فتعمل مجموعة العشرين على تعزيز كسب الفرص للجميع، خاصة المرأة والشباب، وبناء مستقبل يحمي أرضنا ومحيطاتنا ومواردنا الطبيعية. إن شاء الله العناوين والمحاور كلها مبشرة بالخير. عن جد. طبعاً انتظروا تفاصيل أكثر عن مجموعة العشرين وإنجازات رئاسة المملكة للمجموعة بالحلقات المقبلة إن شاء الله.